يجوز عليه ولا لا يجوز؟ يجوز سبحانه. وقال تعالى لا يسأل عما يفعل، وقال تعالى فعال لما، وقال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن الجائز عليه تعالى عقلا تعذيب المطيع، قاعد تصلي وتقوم الليل طول عمرك وبعدين حطك في جهنم، تقول له تلت التلاتة كم؟ جائز عليه أن يفعل هذا لأنه عدل، لأنه الخالق للطاعة والاكتسابها. هو من اللي خلاك تطيع؟ يبقى مش حاجة من عندك، انت لك حاجة عندك عنده، ولا تقول له أنا يا رب ليه عندك ركعتين دين عليك تبقى الدين أجرهم يوم القيامة؟ ما ينفعش الكلام ده مش عارف. لأنه الخالق للطاعة والاكتسابها مع تنزهه عن الانتفاع بها. هو بياخد ايه من وراك لما تبقى طائع؟ بينتفع ولا لا ينتفع؟ سبحانه. لكن هو خلقها لك لأجلك أنت، تفضلا ولا عدلا؟ تفضلا. وإنما ينتفع بها مين؟ العبد الذي خلقها الله على يده ووفقه لاكتسابها. وإثابة العاصي، واحد عاصي ومن الضالين ودخله جنة، تعمل تقدر تنطق أنت؟ تقول حاجة؟ خلاص جائز ولا غير جائز؟ فأنت تقول اللهم عاملني بالفضل لا بالعدل، عشان أنا لو من العاصين عملتني بالفضل دخلني فين؟ الجنة، لأنه بالفضل. لكن لو عملتني بالعدل وأنا أقوم طول الليل أدخل فين؟ ليه؟ حتى الطاعة اللي أنا عملتها طول عمري تساوي نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها عليك. يبقى لو عملني بالعدل هيبقى له عليا كتير، يبقى العدل يقتضي أنه يدخلني جهنم حتى لو كنت من الأولياء الصالحين، مش كده؟ عدله. لكن لو بفضله يدخل العاصي الجنة وبغدده يبقى زي الفل، والمسلمين كلهم هيروحوا الجنة بالعدل ولا بالفضل؟ كل المسلمين هيروحوا الجنة كلهم، كل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخله كلهم ويتعامل معنا بالفضل. فكله بالفضل، لو بالعدل ما كانش نقدر ننطق يا ولدي، لأنه تعالى هو الخالق للمعصية والاكتسابها مع تنزهه عن التضرر بها. وإنما يتضرر بها العبد الذي خلقه الله تعالى على يده وخذله باكتسابها عدلا منه سبحانه وتعالى. الدليل قال تعالى ولا يظلم ربك، عادل يعني ولا مش عادل؟ عادل، عدل المطلق. وقال تعالى وما ربك بظلام العبيد، وقال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن الجائز في حقه تعالى، وهذه مسألة كبيرة جدا لكنها هنا في تقريب العقائد السنية يسيرة وتفهمونها سريعا وبلا عنت بإذن الله. قال ومن الجائز في حقه تعالى رؤيته تعالى بالأبصار، لأنه موجود وكل موجود يصح أن يرى بلا كيف ولا انحصار. حتى بص كتبها ازاي عبارة رشيقة ازاي، قال لك يجوز في حقه تعالى رؤيته بالأبصار بلا كيف ولا انحصار، بالأبصار بلا كيف ولا انحصار. احفظ بقى يا مولانا رأس العقيدة وتخليك فيها. الله يرى، لكن كما أرى الشيخ محمد ولا الشيخ إبراهيم؟ لا. كما أرى هذا الذي أمامي؟ لا. أمال يرى كيف؟ بلا كيف، بلا كيف، ها؟ ولا الحصار. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، لكن لاحظ أنه قال يوم يعني يوم الإيه؟ القيامة. نعم. وجائز في حقه إنزال الكتب وإرسال، أنزل كتبا، أنزل كتبا، أرسل رسلا، وجوبا عليه ولا جائز؟ مبينين للناس ما نزل إليهم ومبشرين للطائعين ومنذرين للعاصين. وقال تعالى، قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل، إذا هذا أمر جائز. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وجوبا عليه ولا تفضلا منه؟ تفضلا منه سبحانه. وقال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة، إيه هو ده؟
قرآن تفضلا ولا واجب عليه أن يفعل؟ تفضلا. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا كله من باب الإيه؟ الجائز في حقه تعالى سبحانه وتعالى. يجوز في حقه أن يعذب المطيع؟ يجوز. يجوز في حقه أن يثيب العاصي؟ يجوز. هل يجوز في حقه أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب؟ يجوز. هل يجوز في حقه أن يرى سبحانه وتعالى؟ يجوز. كيف؟ بلا كيف ولا انحصار. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الإيه؟ الإلهيات. تصلوا على الحبيب. نبدأ في باب مبحث النبوات، لكن خذوا نفس دقيقتين ثلاثة. وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. من اللي يأخذ نفس؟